مرحبا بكم مجددا، وبنبدأ معكم أولى فقرتنا الحوارية في هذا الصباح، وهي كيف يتعامل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام مع بعض المشاكل الصحية التي قد يواجهونها. وبالطبع احنا نتمنى السلامة لكل حجاج بيت الله الحرام. يعني هناك بالفعل إرشادات طبية يجب على حجاج بيت الله الحرام أن يأخذوها في اعتبارهم بدءا من بدء هذه الرحلة من مصر، وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى أثناء أدائهم مناسك الحج لابد عليهم اتخاذ بعض الإجراءات الصحية، خاصة وأن الحج هناك نوع من الاختلاط من مختلف الجنسيات، وهناك أجواء مختلفة بتكون في هذا الموسم الذي ينتظره المسلمون من عام لآخر. هناك جهود بتقوم بها الدولة في هذا المجال، وهناك بعثة طبية مرافقة لحجاج بيت الله الحرام المصريين، وهناك عيادات متنقلة مصرية موجودة سواء في المدينة المنورة وكذلك في مكة المكرمة، أيضا للتيسير على حجاج بيت الله الحرام ومواجهة أي مشكلات طارئة من الناحية الصحية لأعضاء البعثة المصري. على أي حال احنا عايزين نقدم رشدة بسيطة كده للحاج وهو طالع، ازاي وهو قبل ما يطلع ايه اللي مطلوب منه من الناحية الصحية والإرشادات اللي يجب أن يتبعها، هو هناك كمان إيه اللي مطلوب منه، هو راجع كمان من إن شاء الله من هذا الموسم بعد هذا الحج ويكون ذنب مغفور إن شاء الله ويكون حج مقبول بإذن الله، كيف يتعامل أيضا كمان من الناحية الصحية وما هي الإرشادات المطلوبة. هذه النقاط سوف نناقشها مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة. برحب بحضرتك دكتور. أهلا بيك أستاذ مجدي. اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير ونبدأ بقى إرشاداتنا لحجاج بيت الله الحرام. وسط فرحة غامرة وأجواء مناخية روحانية، استقبل أعضاء البعثة النوعية أول أفواج حجاج القرعة بمقر إقامتهم بمكة المكرمة ليبدأوا رحلتهم المقدسة بأداء شعيرة الحج. البعثة الطبية المصرية بفرقها الوقائية والعلاجية حرصت على التواجد بين ضيوف الرحمن فور وصولهم لتقديم أوجه الرعاية الصحية والتوعوية بل والإرشادية لتأدية المناسك في طمأنينة ويسر. كنا في استقبالهم في الفندق اللي بيستضيفهم خلال فترة إقامتهم في مكة، كان لازم يبقى في اطمئنان على حسن سير العمل في العيادات الطبية أو العيادتين اللي موجودين في الفندق، لأن الفندق من الفنادق اللي هيستقبل عدد كبير من الحجاج المصريين. بنتأكد أن الأدوية والمستلزمات موجودة في مكانها، نظام العمل الإلكتروني بالعيادات موجود وشغال. وبالفعل بعد استقبال أول مجموعة من الحجاج، في اثنين من الحجاج طلبوا المشورة الطبية، وكانت الأطباء موجودين وجاهزين وقدموا لهم الخدمة الطبية في ساعتها وصرفوا لهم الأدوية المطلوبة. ونعرف الأطباء اللي موجودين في العيادة إزاي يشكوا يشتبهوا في أي حالة، ولو في حالة بيسجلوها على نماذج معينة. ده شق في العيادات. لينا شق آخر وهو شق هام جدا، اللي هي التعامل مع الحجاج نفسهم، ان احنا بنقدم لهم رسائل التوعيه اللي هي هامه لصحتهم، نقول لهم ازاي هو يحمي نفسه من الامراض المعديه، ايه الرسائل ياخدها، بنوزع عليهم ماسكات، نصائح عامه، يشرب ميه بكثره، ما يبعد عن الحاجات الغازيه، ياخد فاكهه بقدر الامكان، ياخد كل شويه قسط من الراحه، ما يتجنب الشمس، يبقى لابس شمسيه، يبقى ماسك شمسيه معاه على طول. كما حرص اعضاء البعثه الطبيه المصريه على مدى جاهزيه العيادات باطقمها الطبيه المتخصصه وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات العلاجية للحجيج، واستقبال عدد من الحالات المرضية بالعيادات التي كانت تعاني من وعثاء السفر. البعثة المصرية اللهم صل على النبي، حاجة حلوة أوي. الأمور طيبة جدا جدا، تم تفويجنا أول فوق، والآن بنتوزع غرف للفندق وإن شاء الله الأمور طيبة جدا. جابت ماسكات وأنا واحدة تعبانة وادوني علاج الحمد لله. أحسن استقبال، وعاتين لنا الماسكات وعاتين لنا الكتبات والإرشادات الصحية وبسم الله ما شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. منذ أن تطأ قدم الحجاج المصريين الأراضي المقدسة وكافت البعثات وفي قدمتها البعثة الطبية المصرية تعمل على راحتهم بتقديم الرعاية الطبية لهم أينما حل رحالهم في مكة أو المدينة. من أمام مقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، محمد حلمي، التلفزيون المصري. إذن هي جهود بتقوم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، وبطبع نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله ويعودوا لنا بألف سلام. يعني دكتور مجدي لو اتكلمنا في البداية كده، عايزين رشدة طبية إزاي هو الحاج من أول ما يطلع من هنا من مصر يبقى هو واخد احتياطاته الطبية وعارف هو هيعمل إيه بالظبط. وحج مبرور للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله كل اللي بيشوفونا ينالوها. وإحنا بس عايزين نقول إن عند الشروع في الحج يبقى لازم في تطعيم قطعي، وانا عارف ان لكم جمهور كبير في العالم كله حتى في اليابان. يبقى اول حاجه التطعيمات، الناس عارفه الانفلونزا وعارفه الحمى الشوكيه،
مفيش مانع الانفلونزا والحمى الشوكية للجميع، بس برضو لازم نحن نقول المصريين اللي في دول أخرى، الدول الحزام الافريقي، يعني مثلا الدول اللي فيها السودان وجنوب السودان وبعض الدول الاخرى حد افريقيا الوسطى، دول كمان بيبقى لازم يعرف ده هم جايين من المكان ده اللي هو في الحزام الافريقي، بياخد التطعيم هناك وهو داخل كمان بيدوله جرعه وقائيه عشان ما يعملش عدوى وهكذا. الناس اللي هو للاسف المصريين والعرب والجايين يحجوا من دول اخرى حوالي 23 دوله منهم باكستان وافغانستان وسوريا والعراق واليمن والصومال، دول كلهم بياخدوا كمان لازم ياخدوا جرعة غريبة جدا مهما كان العمر مهما كان التطعيم أو التحصين، لازم ياخد جرعة شلل الأطفال في فمه حتى لو كان عنده 60-70 سنة، يبقى ده هياخدها هناك بما لا يقل عن 4 أسابيع وأكثر من 12 شهر ممنوع. وكمان لما ينزل كمان هيدوله جرعة زيادة، ليه؟ لأن الدول دي ما بتهتمش دلوقتي، في أنت عارف الربيع العربي عامل إيه، فمفيش التطعيمات أهملت تماما في المناطق دي، ففي خوف، إحنا عايزين نحمي الحجاج ونحمي حتى مصر ونحمي الدول التانية من عودة شلل الأطفال أو إن مش عارفين هيحصل إيه، فاحتياطي هياخدوا كمان شلل الأطفال ويبقى عارف الحتة دي كويس أوي وما يرفضش اما ينزل في المطار او في منافذ الدخول في السعوديه يقول لك لا انا مش كده انا مش صغير واخد شلل اطفال في فمي ازاي، لا هتاخده وما تتكسفش. بعد كده مهم قوي كمان ان احنا شنطه هي حاجه لازم يتفق مع الطبيب بتاعه، لازم يزور الطبيب او الطبيبه ويتفقوا ايه الادويه اللي هناخدها. الناس اللي هم فوق ال 40 اللي هو تقريبا 26% من سكان جمهوريه مصر العربيه عندهم ارتفاع ضغط الدم، يبقى ظبط نفسك مع الدكتور وشوف الدواء بتاعك ايه. السكر برضه لازم يظبط الدواء السكر وياخد معاه شرايط فحص السكر وياخد معاه مقص وياخد معاه مطهرات وياخد معاه لو الناس اللي عندها مشاكل في البصر ياخد معاه نظارتين زياده ومفيش داعي دلوقتي العدسات اللاصقه هتعمل لي مشاكل في القرنيه وتلوث وهكذا، يبقى ده مهم قوي. وكمان الناس اللي عندها حساسيات لازم برضه يزور الطبيب ويتفق معاه على خطه للعلاج الوقائي وخطه علاج الازمات، يبقى عارف هيحصل ويكتبها في ورقه واحد واثنين كده اسم الصفحه نصين عند مثلا الازمات، يوم واحد زميله الطبيبه يجي يفتح الورقه اللي موجود اي حد يتصرف البخاخه كذا يفتح الشنطه يديله البخاخه او يشتريها على حساب اي، بس حتى راح المستشفى يبقى عارفين ده جات له ازمه يبقى اقعد افكر واعمل له تحاليل انا مش عارف وزحمه، يبقى لازم يبقى معاه البخاخات اللي هتوسع الشعب والبخاخات الوقائيه ومعاه الدواء بتاعه، ولو كان بياخد تطعيمات او امصال برده يبقى معاهم ثلاجات زي بتوع السكر برده معاهم ثلاجه الانسولين وهكذا. بقى بعد كده كمان الناس اللي هو عندهم انيميا المفروض يصلحوها برضو قبل ما يسافروا، الستات اللي عايزين ياخروا الدوره عشان يتفقوا مع الدكتوره تاخر لهم الدوره، عملنا الحاجات دي كلها حتى زيارتنا للطبيب بتخليني مستقر نفسيا ومطمن وان شاء الله اتوكل على الله ان شاء الله. بعد كده اما بنسافر بقى يبقى لازم اخدها من الاخر، هو في بعض الدول ولادها لما بيروحوا يحجوا بيحبوا يمتهنوا مهن اخرى، يعني هو مثلا مش عاوز على اساميها، في بعض الدول الفقيره كده في اسيا وشرق اسيا بيقول لك انا رايح حج فيركب السفينه ومصاريف الحج ويكسب هناك كمان اشتغل ايه؟ لما يشتغل يذبح وهو ما بيعرفش يذبح او ان هو يشتغل حلاق فالدنيا زحمه يروح جايب اي مكنه حلاقه ويقعد يحلق وبسعر بخس وهكذا يقعد يحلق، دي مشكلته كبيره جدا جدا. أنا أفضل إن كل المصريين اللي هيطلعوا وكل اللي بيسمعوني في الوطن العربي ياخد معاه مكنة الحلاقة الخاصة بتاعته. هيديها لحد فاهم أو هو بنفسه يحلق أو زميله أو حد، بس مش عايز خدش ومش عايز تلوثات يبقى معاه مطهرات كثيرة. أنا أما بيخلي أي حد يحلق عند أي حد أنا مش عارف مين اللي هيحلق لي. فالمكنة ملوثة بيدخل لي فيروسات، وفي حالات نعرفها جالها إيدز وجالها التهاب كبدي وماتت من هذه فيروسي بي وكلام ده وكان زمان وممكن السي يجي بعد الشهر يجي لحد، فاحنا مش عايزين عدوى وخلينا نعمل حاجه صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه هناك يقول لك الخير كتير قوي بدون اكل بدون كل حاجه، ما احتاط حتى نفس اماره بالسوء وما فيش داعي ان احنا ناكل من اي حد، مش هناخد حاجه مش سخنه، مش هناخد حاجه مش مغلفه، مش هشرب من اي حد لان هتدخل لي ميكروبات وانا مش عارف. احنا في مصر بنحتاط وعندنا بعثه ما شاء الله وعاملين احتياطاتنا، بس في دول المطار مفتوح ومفيش مطار اصلا والسفينه موجوده واللي بيطلع بيطلع فداخل كل الميكروبات وهكذا، حتى في دول بتيجي معاها بعوض ومشاكل، يعني بخلي بالنا من الحاجات دي. برضو بعد كده ان احنا يفضل ان احنا يبقى معانا الميه بتاعتنا وما ناخدش ميه من حد
ولازم احطاط تكون المايه تكون معقمه ونظيفه ونقيه، مش بواقي حد ولا حد شارب فيها ولا هكذا. بعد كده بقى الاكل. يفضل ان احنا ما يجيلناش اسهال، يبقى عشان احتاط بالاسهال لازم الاكل يبقى نظيف. واذا انا في الفندق اي مكان افضل ان هو يكون ساخن على قدر الامكان، وانا افضل ان احنا نشطب خالص على الاغذيه المعلبه. انا ما اعرفش تبقى تاريخ انتهاء حفظها، نقلها الدنيا حر، ما نبعد عنها خالص. ده منتشر على طول يا دكتور، الاغذيه المعلبه للاسف ممكن ثقافه موجوده لدى المصريين في القصه دي، اللي هو بياخد معاهم بعض الاغذيه المعلبه. يبقى انت بعيد في المكان بتاعك، بعيد عن الفندق، بعيد عن الخيمه، وهيدوك اكل وهتشتري اكل، يبقى خد فاكهه. خد فاكهه واغسلها، يبقى فاكهه، خد معاك كفوف جوانتيات كثيره عشان حتى يبقى ايدك كده على طول، استخدم 20 100 جوانتي في اليوم مش مشكله، يبقى تاكل الفاكهه. اعتقد الفاكهه، وهرشح التفاح والموز والجوافه، دول حب كويسين لكلمه اسهالات. أيوة. لان التهابات الامعاء والتهابات المعده ممكن بتيجي تعمل لنا مشاكل كثيره جدا. نرجع تاني بقى الخوف. الخوف احنا نخاف ونخاف سلم. يبقى الوفيات اللي بتيجي، نمره واحد الوفيات اللي بتيجي دلوقتي في الجو ده بتبقى ضربات الشمس. ضربات الشمس حوالي 28% من الوفيات بتبقى ضربات الشمس. ما حدش قال له، يقول لك انا قوي وما اعرفش ايه ومش متعود. طيب. في بلاد ما كنتش، يبقى لازم شمسيه، وشمسيه بيضه مش ملونه. ولازم ملابس، يعني للستات بقى ملابس واسعه وقطنيه وهكذا. ولازم لو انا اقدر اقعد تحت مكان ظليل احسن، يبقى على قدر الامكان، لان ممكن انا اروح ومش واخد بالي من الجهاز الحراري، مش واخد بالي من ضربه شمس، ويبتدي بعد درجه حراره 40 وما عنديش عرق ويغمى عليا وفقد الوعي، والناس مش عارفه ايه ده، سكر ولا ايه، وتبقى في مشكله كبيره. الاسعاف الاول نعمله لحد ما يجي حد من الاسعاف، او نروح المستشفى او مركز الصحه او البعثه، ان احنا ننقله في مكان ظليل، نغطيه باي شاش فيه ميه، نغرقه ميه مراوح، وبعد كده نديله سوائل وان شاء الله. طيب. فوق. هي الفكره كمان يا دكتور، يعني احنا ان شاء الله في الموسم انت بتبقى زحمه كبيره جدا، وطبعا ملايين بتبقى موجوده داخل في هذا الموسم. ازاي انا بتعامل مع هذا الزحام؟ ازاي مثلا ايه الاحتياطات اللي انا اعملها؟ اشرب ميه كتير، اعمل ايه؟ طبعا نشرب ميه كل 10 دقائق. يعني ايه اخد الاحتياطات اللازمه عشان الميه طبعا في ايدك دي واحد بس. بس عايز اقول حاجه ثانيه، ثاني سبب الوفيات هناك بيبقى التهاب الرئوي، واحنا هنتكلم على الكورونا في الاخر، لان برده الكورونا دلوقتي موجوده. وبرده ثالث حاجه بعد كده اللي هو بقى صخور وحوادث، وفي ظاهره للاسف بتتكرر كل كام سنه سموها الفرار الجماعي. الفرار الجماعي ده يقول لك في واحد يقول خلي بالكم في حريقه، خلي بالكم في حاجه وقعت، الونش وقع، ما اعرفش ايه، فالناس تروح تجري. وهم بيجروا هتلاقي في ناس كبار في العمر وضعاف شويه يوم يقع. اللي يقع ده بيبقى عامل زي المطب، فتلاقي الباقي هيدوس عليه شويه شويه شويه. للاسف للاسف الوفيات المسجله من الفرار الجماعي في السعوديه في الحج بتبقى نمره واحد الحشر، اتحشر، الاختناق، التكسير، بيكسروا عظمه ومحدش بيسأل في حد. يبقى ده مهم قوي ان احنا اما يكون في فرار جماعي، اما يكون في حد قال حاجه، على طول خد الاجناب. خد الاجناب وابعد وسيب الطريق مفتوح على قدر الامكان، ابعد عن نهر الطريق. بعد كده برضو الصخور، خلي بالنا برضو من الصخور، ونبعد شويه عن الاماكن اللي فيها صخور ونحتار. والناس اللي عندها سكر يفضل برضو ان هم يخلوا بالهم، لان الخدش بتاع رجليهم ده ممكن يعمل لهم التهابات ويرجع في مصر هنا عنده مشاكل، ناقص منها عنده شويه. بشكل عام عشان نرفع مناعتنا خلال فتره الحج، السوائل مهمه، الميه مهمه، السوائل الطبيعيه، الفاكهه، السلطات لو اقدر اخدها واغسلها كويس قوي اعتقد دي بتظبط الامور. نبعد عن التدخين طبعا، نبعد عن الناس اللي بيدخنوا، نبعد عن اي ادويه عشوائيه، واي مشكله راجع البعثه ان شاء الله مفيش مشاكل. بعد كده بقى تمام، تعال شوف الجديد. الجديد دلوقتي يقول لك في كوليرا في اليمن. صحيح في كوليرا في اليمن وربنا وياهم، وبس انا عارف الكوليرا بتجيني منين. هو يعني الحمد لله الكوليرا هتجيني من ماء ملوث، طعام لوثه بالميكروب من الامراض حد، ذباب. بخلي بالي من دول، الميه، الاكل، دبانه، خلصت. يبقى انا كده ان شاء الله ما فيش كوليرا. بعد كده كمان احنا هنا الكوليرا، انا وانا صغير شفت وبائين كوليرا في مصر. كنا بنشرب الميه فيها ليمون، كنا حاطين ليمون في جيوبنا. أيوة. كنا دايما كده الليمون دايما دايما دايما، فخلي الليمون معاكم. في 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 هونج كونج والصين لما كان في سارس كنت تروح في الفنادق يوم يديك ليمون، او الولد يصب على ايدك ليمون، تغسل ايدك بالليمون. يبقى الليمون رائع جدا، هيطهر ايدك وكمان هيخليك عندك مناعه افضل، وهيقتل الميكروبات. بعد كده بقى ده برضه هيخلينا حكايه النظافه بقى بشكل عام، لازم نغسل ايدينا كويس جدا قبل الاكل وقبل لمس الفتحات، الفم والانف والعين. ليه؟ انا خايف من العدوى، العدوى هتجيلي عن طريق الثلاث فتحات دول.
الكورونا موجودة، الكورونا من 12 2017، عندنا في العالم كله 2040 حالة، كانوا في 27 دولة، وكانت الفويات ساعتها 34. السنة دي عندنا 199 حالة 2017، مات منهم 58 بنسبة 29% وفاة، أحسن كويس اتحسننا، بس جاية في 4 دول بس. يبقى دي خلي بالنا منهم. حاجة تانية، نقاط الضعف في الكورونا، في نقاط ضعف في الكورونا، في نقاط ضعف في اللي هيجي له كورونا. نقاط ضعف في الكورونا نفسها، الفيروس نفسه، ان هو ضعيف جدا خارج الجسم، هيموت بعد عدة ساعات، طرق العدوى بتاعته بتبقى هم 3 وضعيفة 2 للآخرين، ما بيجيش الا في مين؟ الأطباء، الممرضات، الصيادله، وثيق الصله، المرافق اللي قاعد جنبه على طول، واحد بيجي يخليه كويس جدا، دول بقى يبقى هلبسه ماسكات. ما تاخدليش ماسك واحد تبقى فرحان، ده انت عايز لك حوالي من 20 ل 100 ماسك في اليوم، لانه لو اتعرق، لو جه عليه ميه، لو اتقطع، لو وقت اتسخ، وما تيجي تخلعه ما تخلعوش بالطريقه دي. لا، تخلعه من عند الودن واحده كده وتروح حطه في كيس وتقفله. اللي كانوا بيخلعوه من عند الايد كده هو بالطريقه دي، يحطوه كده ويمسكه بايده ويحطه في جيبه، ده للاسف توفوا بالكورونا في الاول، وكان فيهم اطباء ورؤساء معامل وفنيين مختبرات ومرضات وهكذا. يبقى دي مهمه جدا، هنخلعه من عند الود ونحطه في كيس ونقفله. بعد كده كمان ان احنا ما نقربش قوي منهم، ولازم نعرف برضو ان في علاقه بين دلوقتي الكورونا والجمال. يبقى ولا هناكل لحم الجمل ولا لبن الجمل ولا ابل الابل ولا البول بتاعه، الكلام ده اشطبه عليه خالص، لان العالم كله اصبح بيحذر منه. بعد كده بقى تعالى نقاط الضعف في مين اللي هيجي له من الحجاج الكورونا بعد الشهر. نمره 1 المسنين، 2 الذكور، 3 نقص المناعة، حط فيهم بقى اللي بياخد، كان بياخد مضاد حيوية، كان بياخد مخدرات زمان، ما بيهتمش برفع المناعة، عنده حساسية ومهمل العلاج، أي مرض مزمن معاه ضغط وسكر ومهمله وكبد وهكذا. بعد كده برضو اللي كان بيدخن، والناس اللي باتت من الكورونا في الأول كانوا كبار في العمر وبيدخنوا وكان عندهم سكر، دي معاه التأخير كمان في الإبلاغ أو التأخير في الملاحظة أو التأخير في الذهاب للمستشفى والعلاج، ده عشان أنا ما كنتش فاهم طرق العدوى. وطرق العدوى 3 جدا، كلمة عكسة، عين عطسة، كاف كحة، سين سطح ملوث. يبقى الأسطح ملوثة، الترابيزه اللي قاعد عليها في الفندق او في اي مكان، لو لمستها معلقه كوبايه ممكن دي تعمل لي مشاكل وتدخل لي الحاجات. التاخير افكر ما يكون في ارتفاع في درجه الحراره، في كحه غير معلومه السبب، دهوره، صدره متبهدل، وعياء، الحاجات دي كلها افكر ان يكون في كورونا او ابلغ عشان احتاط واخد العلاج. والعلاج صحيح ما فيش حاجه تقتل الفيروس، بس بدون علاج بيدي محاليل ونمنعه واكسجين وحاجات موسعه الشعب عشان ما يجيلوش فشل في الجهاز التنفسي. طيب لو اتكلمنا عن كبار السن كمان يا دكتور، مثلا يمكن دلوقتي بيبقى برضه نسبه كبيره منهم طبعا ضمن الحجاج، ازاي احنا نتعامل مع هذه الفئه تحديدا، وايه النصائح اللي احنا بنوجهها لهم؟ ازاي لو في اي مشاكل ازاي احنا بسرعه نتوجه الى البعثه الطبيه اللي هي موجوده بحيث ان احنا نواجه اي طارئ او اي مشكله؟ لازم معاهم مرافق، ما نسيبهمش لوحدهم، لازم يبقى معاه باج او حاجه على ايده مكتوب فيها اسمه وتفاصيله والمرض بتاعه والادويه بتاعته، ممكن نعملها كده باج نحطه على لازم كمان ان احنا نعرف ان هو الكبار السن عندهم كذا مشكله في الفم، في مشكله في النضغ، في مشكله في التذوق، يبقى ممكن هو ما ياخدش باله، لو كان بيدخن كمان ممكن يبقى هو الحاجه فيها ملح يقول لك حطوني ملح زياده، تذوق عنده ضايع، ممكن يبقى حاجه فيها سكر يحطوا لي سكر ده انا مش حاسس، يبقى دي نحتاط ونقول له لا هو كده طب مظبوط مش هنزود. الحاجه الثانيه كمان مركز العطش عندهم مش شغال، يبقى ده ممكن يبقى واقف في موجه حاره ورطبه ولا يشعر بالعطش، وانت ما بتديلوش ميه اصلا، فممكن يجي له جفاف وبعد الشهر يفقد 2 لتر في ساعه ويجي له جفاف، وجفاف مميت، ممكن ده احد اسباب الوفاه الجفاف عشان ما حدش اداله ميه. عشان كده بقول كل 10 دقائق ناوله الميه وهكذا، وتكون معقمه ومش ملوثه. بعد كده نراجع معاه، ساعات الناس عندها بعد الستين وكده بيبقى في الزهايمر وبينسى، نراجع معاه الادويه اللي خدها، وانا مرافق معاه انا عارفه، بشوف خدت الدواء يا حاج، خدت الدواء يا امي، اشوف الدواء عشان ما يحصلش حاجه وغيبوبه ولا شيء وكده. بعد كده اراجع بقى الفتحات، الفتحات بيهتم بيها جدا، اشوف هل هو بينزف من انفه، هل هو في قيء، هل هو في حتى رائحه مش لطيفه من الفم، هل هو في نوع من الشفايف نفسها، انا اعرف الانسان من شفايفه لسانه الجفاف وهكذا، لا شوف في لعاب بيعرف يتكلم، صعوبه الكلام نفسها ممكن تخليني افكر في حاجه خطره، ارتفاع درجه الحراره، اللي عياء،
عدم التركيز، مشاكل في الرقبة مرة واحدة، صداع وارتفاع في درجة الحرارة مع مشاكل في الرقبة والوعي مش مظبط، ابتدي افكر في حمى شوكية ممكن تجيني من اي حد. خلال الطواف والمشي والكلام ده ما حاولش ان انا امشي وسط دول كل لازم ماسك، خلي بالي عشان ما حدش يقطص فيا، وعلى قدر الامكان يعني ابعد عن اللي هو اللي جايين من مناطق غريبه انا مش عارفها، خليني في الجروب بتاعي عشان ده معروف برضو المصريين بيخلي بالهم شويه من الصحه ولابسين ماسكات، حبعد شويه ما اعرفش يجي حد من دوله تانية يروح اعطس لي عطسه، احيانا تبقى العطسه قاتله. قاتله ها تمام. طيب خلينا عشان برضو الوقت يعني خلاص قربنا وقتنا يخلص، النصيحه بقى ان شاء الله كده، ان شاء الله بعد ما نأدي فرضه الحاج على اكمل وجه كده وبسلامه ان شاء الله كده وبدون اي مشاكل ان شاء الله صحيه، وانت راجع بقى ايه المطلوب منك والاحتياط برضو عشان برضو ما يبقاش الفتره الانتقاليه دي برضو بتبقى فيها بعض الحاجات. هو الكورونا فتره الحضانه بتاعتها من يومين لاسبوعين، تمام، فخلي بالي بعد الشهر يمكن انا خدتها وانا جاي، يبقى وانا جاي خلي بالي برضو ما اعملش بقى كل بقى ما خليش حد يزورني دلوقتي، خلي اسبوعين ما حدش يزورني لان ممكن اديهم عدوى، ومش عايز انا اقول لك ايه ده جه من السعوديه امبارح وبعدين اروح ده عمال يعطس وبيكح وسخونه وكل اللي راحوا له خدوا الدور حتى لو كانت في انفلونزا، لا هدوا شويه ارتاح شويه خد لك جزء اسبوعين على التليفون كفايه قوي، ده اعتقد كفايه، واهتم بمراقبه الحاله الصحيه بتاعتك، تابع الحراره، تابع الكحه، تابع دهوره الجهاز التنفسي لو فيه، وتغذى كويس وارتاح عشان برضه يبقى فيه مجهود، وانت حج مبرور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يكون حج مبرور وذنب مغفور للجميع جميعا ان شاء الله باذن الله، ويرجعوا بالارض الوطن بالسلامه ان شاء الله بكل صحه وبكل عافيه باذن الله. بشكرك دكتور مجدي بطران عضو الجمعيه المصريه للمناعه. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد موجز لاهم الانباء.